نعم، تحية لك ولمشاهدينا. تابعنا كلمة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بن قاسم حفتر حول إعادة تصدير النفط رفعا عن معاناة المواطن بشكل ملموس وفق شروط وضوابط ومبدأ واضح وصريح، وهو عدم ذهاب إيرادات هذه هذا 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 الدخل للحقول النفطية إلى الجماعات الإرهابية أو ما ذاك، بما يسبب المعاناة وعدم الاستقرار داخل البلاد. حاولنا التواصل مع الجهات المختصة داخل ميناء الحريقة ولكن دون أي جدوى، وسوف نحاول الساعات القادمة هذا الموضوع، سنتابع من خلال التواصل المباشر للإدلاء عن كيفية البدء في استئناف إعادة تصدير. حول هذا الموضوع معي الأستاذ جمال شلوف، رئيس مؤسسة سيلفم الناشط المدني والمحلل السياسي، ليطلعنا أكثر وقراءة المشهد الحالي بخصوص هذا التصريح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا التصريح البيان القائد العام هو كان بسبب الجمود السياسي اللي كان في الثلاثة أشهر الماضية. كل المحاولات الدولية لعقد أي اتفاق كانت تتحصر فقط في تقاسم السلطة، المماطلة من الطرف الآخر في هذا الأمر وتغيير الرأي والتبديل كان واضح، وهذا الأمر كله كان على حساب المواطن، كذلك حالة الحصار التي فرضت على المواطن، لذلك هذه والوضع المعيشي الكارثي، لذلك اضطرت القيادة العامة إلى التفاوض المباشر، وكانت النتيجة اليوم عبر هذا الاتفاق الذي عبر عنه الطرف الآخر في بيان بأنه سيكون هناك لجنة لتوزيع الإيرادات ولجنة أيضا لمراقبة سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف وفتح المنظومة عن المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى أمور أخرى. يعني مدة هذه اللجنة ستكون 3 أشهر، تنتهي بمجرد يعني لن تكون عائق أمام أي اتفاق سياسي. في حال توصلوا فعلا إلى اتفاق فإن المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة هي من ستتولى هذا الأمر، ستتوقف أعمال هذه اللجنة، لكن هذا كله حتى لا وهذه الإيرادات ستوزع بشكل عادل وستوزع بشكل مباشر، حتى إيرادات الفائض من سعر الدولار ستوزع بشكل مباشر في مشاريع التنمية وفيما يخدم المواطن دون النظر إلى يعني أن تصرف على الجماعات الإرهابية أو الجماعات الميليشيات أو المرتزقة، وهذا أمر لا شك أنه سيفرج عن الحالة المعيشية للمواطن الآن، وسيكون حتى ولن تستثنى المؤسسة للنفط من هذه الإيرادات بحسب الاتفاق المعلن عنه. نعم. الأمر الآن واضح جدا، القيادة العامة اضطرت أن تتدخل مباشرة بعد أن للأسف الشديد كل الدول الراعية لم تراعي أبدا حالة المواطن ولم تتجه مباشرة لهذا الأمر، بل للأسف الشديد وحتى بعثة الأمم كانت فقط تهتم بتقاسم السلطة وبشروط الطرف الآخر، وهذا الأمر لا شك أنه كان سيتمادى إلى أشهر عديدة جدا وسيزيد الحالة السيئة للمواطن، لذلك كان الأمر ضروري من تدخل القيادة العامة التفاوض بشكل مباشر وسري. ما تسرب من أن هذا الأمر هذه اللجنة ربما ستكون برئاسة السيد مراجع غيث وهو عضو مجلس إدارة المصرف الليبي المركزي، وبالتالي فإن هذه الأمور ستحدث انفراجة قريبة جدا في الجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطن. نعم، حقل ميناء الحريقة أستاذ جمال من خلفي، هل سنرى ونشاهد استئناف قريب بعد هذه الكلمة وهذا التصريح؟ لا شك أن حتى المؤسسة الليبية للنفط أمس يعني استبقت هذا الاتفاق بإعلان أنها ترفع لقوى القاهرة، لكن هذا الأمر هو إرادة المواطن وهو يعني تم بالتأكيد بضمانات أصلا مع ازدياد الأزمات التي يعاني منها المواطن والتماس المباشر من القيادة العامة لمعاناة المواطن بخصوص هذا الموضوع. وهذا دليل على تسييس مؤسسة النفط للأسف، وصارت أحد أدوات هذا الطرف الذي مدعوم من قبل تركيا والذي يأتي لنا بالمرتزقة، وهذا الأمر للأسف الشديد يجب أن يعاد فيه النظر. شكرا أستاذ جمال. كما استمعنا لهذا التصريح من أستاذ جمال شلوف وهذا التحليل، لعلنا سنتابع الساعات القادمة والأيام القادمة سير العمل داخل ميناء الحريقة من مدينة طبرق. نعم.